سلام البنات، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في احوال جيده. حاولت نرفع الصوت ديالي حيت بزاف ديال الناس اللي ما كيسمعونيش ما كيعرفونيش اش كنقول. مهم، راه كندير اللي في جهدي وانا حاولت باش نرفع الصوت ديالي. نتمنى تكونوا كتفهموا الهضره ديالي كامله، حيت اليوم عندنا درس ديال الفصاله. قبل ما نبدا الدرس كنشكر الناس كاملين اللي متابعيني وكنقول لكم شكرا على الدعوات الزوينين اللي كوصلوني في لي كومونتير، صراحه كنفرح بهم بزاف، شكرا لكم بزاف. والناس اللي كيشوفوني اول مره حيت ابونا في لاشين ما غاديش يندموا، بلا ما نوصيكم البنات على البارطاج ولي جيم، زيدوا شجعوني باش تطلع القناه بالفضل ديالكم ان شاء الله باذن الله، وتعم الفائده على الجميع ان شاء الله. علاش لا، كاينين الناس بزاف اللي كيبغيو يتعلموا الفصاله، وانا كنحاول نبسط بزاف. مهم اليوم ان شاء الله عندي هاد الموديل، هذا اللي لابساه هو اللي غنفصلوه. عقلتوا عليه هاد الموديل، فيه السلسله في الجنب الفوده، فيه هاد الهدب هنايا وفيه الجيب فيه الهدب حتى هو. البنات راه الطريقه سهله، كيبان صعيب ولكن راه الا تبعتوا معايا كيف ما كنفصل انا كنحاول نبسط، غادي نفصل معاكم وغادي تجيكم سهله ان شاء الله باذن الله. اللي عندها الفوده، حيت هاد الموديل ضروري الفوده، حيت كيتقطع من هنا كيف ما كتشوفوا. هو حاجه وحده انه صعيب في الخدمه الصراحه، ضروري السلسله كتبقى واحد شويه مبومبيه واخا كتحاولي معاها، ماشي مشكل في الاخر كيجي الشكل ديالها، كيجي الشكل ديال المونطو كامل زوين. وخاصك ملي تكوني كتخيطي تخدمي بالصباط ديال البلاستيك، ما تخدميش بالصباط ديال الماكينه عادي، ما غاديش نهائيا ما غاديش يخدم لك مزيان، غتبقاي انت كتخدمي وهو كيديكالا الثوب. من الاحسن ديري صباط ديال البلاستيك. وهادشي اللي كاين، وخليكم متابعين الدرس من الاول حتى الاخر باش 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 تشوفوا لي ديتاي، وجدوا ورقه وستيلو باش تكتبي لي ديتاي باش ما تنسيتي شي حاجه، وتبعي معايا من الاول حتى الاخر. بنات نبداو على بركه الله. اول حاجه كنطويو الثوب على اربعه، هذا راه الثوب فوده محت فيه العرض، كنطوي على الطول ديالو حيت العرض ديالو كيتيري اكثر من الطول، مهم تنطوه على العرض ديالو، هادشي على الطول ديالو. هادشي الا كان عندنا الثوب فيه العرض، الا ما كانش فيه العرض راه ما كيقدش، خصو يكون فيه متر ونص ولا اكثر في العرض ديالو، ضروري تولي مول الثوب، هما الاغلبيه فيهم اكثر من متر ونص. المهم كنبداو، ها انتما البنات راني طاويه الثوب على اربعه، بجوجهم الجهات مسدودين كيف ما قلت لكم، الطريقه ساهله بزاف، غير تبعي معايا. مهم كنبداو اول حاجه بالطول، كنبدا من جهه الجلال، ها هي كاينه لتحت وانا طالعه هكا، عندها تزيده في الطول ديالها متر و 38، متر و 38 كنزيد 4 سنتيم. البنات حتى الاخر عاد باش كنقادم، حيت كيف ما كتشوفوا في الموديل راه القدام كيجي شويه قصير على اللور، حتى الاخر عاد باش كنقطعوا، حيت هذا الثوب هذا الفوده باش مزيان ما انه ما كيتسربش، يعني كتبقاي حتى الاخر وكتبقاي تقادي فيه بالمقص كيف ما بغيتي انت، راه ماشي مشكل. كيف ما قلت لكم كنزيدوا 4 سنتيم، هي متر و 42 كماركيها هنا، غنقرب الكاميرا. ها هي متر 42 كاينه هنايا، صافي كنماركي الكتاف. كنفصل دابا بطريقه عاديه، غير خليكم تابعين معايا حتى نوصلوا المراحل اللي مهمين. نكملوا البنات، قلت لكم هنا هنا فين حددت الطول، هنا فين غيكونوا عندي الكتيفات ديالي، الكتاف عدد 42 كتقسم على جوج هي 21، كنزيدوا جوج سنتيم فقط، 21 هنزيدوا على جوج هي 23. البنات كنفصل دابا في الظهر والقدام في نفس الوقت كيف ما كنفصل انا، غنفصل معاكم. ها هي 23 حددتها هنا، كنهبطوا ب 4 سنتيم كيف ما ديما كندير التقويره، ما حيت دابا غندير ديالهم بجوج غنديروا 8 وغنهبط بثلاثة وغنطراسي التقويره ديال الظهر هنا، وغنربط هذه النقطه بالنقطه ديال الكتاف اللي هبطت ب4 على هذا الشكل، وكنهبط واحد شويه باش كندير جوج نقاط اللي غنطراسي بهم صدر، جوج نقاط مهمة عندها هي صدر 114 كنقسموه على 4، 57 هي 28.5، كنزيدو ديما جوج سنتيم، 28.5 غنطراسيها هنا، وغنهبط واحد شويه وغنعاود نطراسيها
وغنخدم بالبيروكي. نديوش البراز على الزوينه اللي كاينه ورايا. المهم هو الدرس نطبقو معاكم. كنحطو البيروكي كيف ما كنقول لكم ديما هذيك النص ديال هاد الدوره على هادوك جوج نقاط، على هاد جوج نقاط ها هي، والفوق ديالو على الكتف. وكنبقى حتى كنحدد التركيز ديالي خصو يجيني على هاد الشكل باش يجي مقاد ويجي مقبوط، ما يجيش ما يجيش عوج ولا مخنشش. التركيز عند 57 غتقسم على جوج، هي 28 ونص. غنحط 28 ونص قد ما نزيد فيها حتى شي حاجه. ها هي عطاتها الانيشان، انطرا سير هذا الشكل. لحد الان باقي كنخدمو بشكل عادي. هنهبط للقطعه طول الامام اللي كنشدوه ديما من راس ديال الكتف حتى لجهه الحزام باش نحدد الحزام ديالي. كانت راسي 42، هي عدات 42. كنجي للحزام، الحزام عندها 108، 108 كتقسم على 4، 54، 27، 27 كنزيد على 2 سنتيم البنات هي 29. وكنربط النقطة ديال الصدر بالنقطة ديال الحزام بهذه الطريقة. هنا فين كاين هانتوما البنات، هنا فين كاين الصدر ديالي وهنا فين كاين الحزام. دابا غنهبطو للوسط البنات من جهة الحزام. هنا في الماركينة 42، هنا فين خديت الحزام ديالي غنهبط عشاني ب 23 سنتيم. ها هي ماركيتها ديجا، كنكسحب ليها راسي واش كان فيلمي 23. ها هي، وكناخذوا الوسط، الوسط خرج لي فيه 33 ونص، كنزيدو 2 سنتيم هي 35 ونص. ها هي خرجت لي نيشان هنايا. صافي دابا سالينا المرحله الاولى، غنخدم بالبيروكي باش نطراسي الوسط ديالي، وغنهبط نيشان للجلال. ما يكونش فيه لي فازي كثير، لي فازي اللي خارج لي هنا هو اللي غيكون تقريبا 40 سنتيم. كيف ما قلت لكم راه ما غاديش تكون كلوش بزاف من التحت، ما حيت كتكون من القدام قصيره ومن اللور طويله. المهم تبعوا معايا حتى الاخر باش تفهموني مزيان، انا غنعاود نشرح لكم دابا. ها نتوما البنات كيف ما كتشوفوا الكتاف طراسينا عموما الاولين، طراسينا هاد التقويره. هبطنا لجهة الصدر، خدينا جوج نقاط هما اللي طراسينا بهم التركيز. هبطنا بواحد باتنين وربعين وخدينا الحزام ديالنا، وهبطنا عاوتاني بتلاتة وعشرين خدينا ليهونش. صافي وهبط الجلال، لقيت فيهم 40 سنتيم. صافي دابا غير غادي نفصل وغنوريكم المراحل اللي مهمة هي باش كنصيبو هادوك الهداب وهاديك القطعة اللي كاينة القدام. بنات حيدت الظهر على القدام، الظهر صافي راه فصلتو عادية، حيدتو. دابا ركزو معايا مزيان في هاد في الأمام باش غادي نديرو هاد السنسلة هادي اللي جنب، وباش غنديرو هاد القطعات اللي فيهم الهدب. المهم أول حاجة كنقور العنق ديالي، كنقورو كنهبط، كنهبطوش بعشرة، كنهبطو غير بثمانية باش ما يجينيش داير بزاف، باش ما يجينيش محلول بزاف. كيف ما كتشوفوا راه طالع التقويره ديال العنق، وكنقورها كنقطعها بالمقص. دابا الا انتبهتوا معايا راه غتكونوا راه غادي تجيكم القضيه سهله. لاحظتوا بانني دابا كنخدم على الوجه، خدمي على الوجه بنفس الطريقه باش حاطه انا يتوب وهكا دايره الكتاف على الجهه فحال ما هكا، ولتحت هو اللي فيه الجلال باش تخرج لك السنسله في البلاصه ديالها. المهم البنات كنهبط، كنطراسي هذيك 42 ديال الحزام،
هي اللي غنحدد بها القطعه اللي هاد التقطيعه اللي غنقطع باش نركبوا السلسله ديالنا. ها هي 42. كنجي هنا للحزام كنحسب شحال عندي هنايا، عندي 29 في الحزام، غنقسمها على جوج البنات، هي 14.5. غنماركيها هنا، ها هي انا ماركيت هنايا هذيك 14.5، ضروري تكون في النص ديال الحزام. هانتوما كيف ما كتشوفوا كنربطها بالعنق بهنايا، كندخل غير واحد شويه في هاد في التقويره ديال العنق تقريبا ب 6 سنتيم بحال هكا. كتشوفي انت عينك ميزانك وكتشديها مع هذيك 14.5 اللي في 14.5 اللي في سميتو اللي طراسينا في الامام. ها هي فوالا، هادشي بحال ما هكا. وكنبقى غادا هابطه ب 14.5 حتى لتحت بخط مستقيم، ما كنعوجو ما والو البنات. هانتوما انا غنبقى غادا كنهبط ب 14.5 اللي خديت النوبه الاولى، ها هي حتى لتحت. أربعتاش ونص هاي كنعاود هاد الخطة البنات، غنقطع غنمشي عليه نيشان بالمقص ديالي صافي. أنا دابا تقريبا كاع المراحل ساليتهم، صافي غنطراسي هكا نيشان وخليكم معايا غنوريكم كيفاش ناخد القطعه القداميه والجيب. البنات كيف ما كتشوفوا قطعت هذيك الخط اللي طراسيتو، كيعطيني ملي كنقطع هذاك الخط تعطيني جهه صغيره، ها هي هذا هو الكتف وهذا هما التركيز. هاد الجهه الصغيره راه هي هادي، ها هي اللي على هاد اللي على هاد الجهه اليسريه، والجهه الكبيره هي هادي. هانتوما ضروري هادي محيت كتجي بحال كروازي، هي اليمن هو اللي خصو يجي كبير، داكشي قلت لكم خليو دوفون محطوط كيف ما كتحطاه انا. صافي البنات بحال ما هكا. دابا غير غنحط هاد الطروفه ديال الثوب من الفوق على الثوب اللي شاط ليا باش غنطراسي هاد القطعه هادي، وهاد القطعه هادي حتى هي راه كاينه قطعه هنا ولكن ما مهدباش. صافي سرحت الثوب على طرف واحد بحال ما هكا، على طرف واحد. وما تنساوش ديما خدموا بالطول، ما تخدموش بالطول ديال الثوب، ما تخدموش بالعرض ديالو باش ما يسيريش ليكم بزاف، وراه حتى هو كيسيري ولكن ماشي بزاف بحال العرض. صافي البنات هانتوما كنحط هذيك الدوفونات بجوجهم هكا، حط القطعه اللي بغيت انا غنديرو تقريبا بحال ما هكا. هانتوما هذا كنحط الوجه بحال هكا بهذه الطريقه على الوجه ديال الثوب، ماشي كنقلبو ولا شي حاجه باش كيجيني في لافينيسيون كيجيني مقاد. غادي نطراسيه، نعطيكم العبار اكزاكت شحال خديت في الطول ديال القطعه. ناخذ 40، هو الحزام عدى 42، ناخذ 40 تقريبا 40 حتى الاخر، حتى كتبغي تفيني جاتك هابطه شويه كتحاولي تنقصيها بالمقص. كيف ما قلت لكم الفوده راه كتقطعيه كيف ما بغيتي، داكشي علاش كتبقى تلعبي به في الفصاله مزيان. انا طراسيت البنات هاد القطعه الفوقانيه ديال الجهه الصغيره، كنحيدو شتو ها هو طراسي. صافي كنقطع هادي، والجهه الكبيره كذلك بنفس الطريقه كنشدها كنحطها حتى هي بنفس الطريقه هكا باش ما نضيعش الثوب. كنحطها نيشان على القطعه الاخرى باش نقطع تقطيعه واحده. ها
هي غنطراسي من الفوق، ما شوش كي تنطراسي، وغنوريكم حيت ما كيبانش ليكم دابا. واحد التوب بنفس اللون، واحد محطوط فوق الاخر. كنطراسي بحال ما هكا بنفس الطول ديالهم بجوج. هانتوما البنات، كنظن بانه واضح. ها هي التقويره. دابا غادي نقطع عادي هاد الطرف الصغير والطرف الكبير. هاد الطرف الكبير هو اللي يكون فيه الهدب، والطرف الصغير غيكون عادي. غنقطعه البنات. هذا هو الطرف الكبير، هو هذا. في الخياطه ديالها غادي تخيطي هاد القطعه الفوقانيه مع الدو فونيشان عباش تركبي السلسله. ما ديريش الهدب هما اللونين، غينكشوك بزاف في الخياطه. غادي تخيطي بحال هكا، غتخيطي مع السلسله هو الاول، وغتخيطي الجهه الاخرى الصغيره حتى هي مع الجهه الاخرى. هانتوما مع الجهه الاخرى دوفون، غتخيطوهم وتركبو السنسله وغتفينيو الكول مزيان وكلشي وصافي. دابا راه بقى ليا غير لي مونش، حيت غنفصلهم عاديين، ما كاينلاش نوريهم لكم حتى هما لي مونش عاديين. والجيب البنات حتى هو غادي تفصلي هكا طويل، وغادي تخلي التحت ديالو ديري فيه الهدب بحال ما البنات. هكا نكونو جينا للفينال ديال الفيديو ديال اليوم. المهم حاولت نشرح لكم اللي الحاجه اللي مهمه في الموديل، اما وراه ساهل. المهم كنتمنى تكونوا تبعتوا معايا مزيان وخدموه كيف ما قلت لكم. الفوده ضروري فوده محتوى، لا تقدري تقطعيه بهاد الطريقه. وكنشكر الناس كاملين اللي متابعيني، وكنتمنى نكون عند حسن الظن. شكرا لكم بزاف، وتسناوني فيديو جاي ان شاء الله. بسلام عليكم.